السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن عمر الخيام. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن احد اهم واخلد اعمال عمر الخيام، بس مش في العلم، في الشعر. ايوه بالظبط كده، هي رباعيات الخيام. مبدئيا كده، يعني ايه رباعيه؟ الرباعيه هي حاجه بتتكون من 4 اشطر، يعني بيتين شعر. والرباعيات يعتبر لون من الوان الشعر الفارسي، واللي بيكون نوعين. النوع الاول بتكون رباعيات كامله، وديت اللي بتكون ال4 اشطر متفقه مع بعض في نفس القافيه. والنوع الثاني من الرباعيات هي الرباعيات الغير كامله او الرباعيات الناقصه، واللي بتكون فيها كل الاشطر متفقه في نفس القافيه ما عدا الشطر الثالث. والعرب عرفوا النوع دوت من الشعر بعد القرن الثالث من الهجره. ومن العرب اللي تميزوا في النوع دوت من الشعر هم الدقيق الطوسي وابو سعيد بن ابي الخير والشهيد البلخي، وطبعا الراجل اللي اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت، عمر الخيام. رباعيات الخيام تعتبر احد اعظم واشهر الرباعيات اللي موجوده دلوقتي بين ايدينا، لكن هل فعلا الخيام هو اللي كتب رباعيات الخيام؟ يا عم مش هنستعبط على بعض، هي اسمها رباعيات الخيام، يبقى اكيد الخيام هو اللي كتبها. انا عارف ان السؤال غريب شويه، لكن الرباعيات اللي موجوده دلوقتي عليها لغط كبير جدا وتساؤلات اكتر عن ماهيه الكاتب اللي كتب رباعيات الخيام. طب دلوقتي هل الخيام اللي احنا اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت، اللي هو العالم والفقيه، هو اللي كتب الرباعيات اللي موجوده دلوقتي؟ اجابه السؤال دوت مدلول عليها من واقع حياه الخيام نفسه. الخيام العالم في كتبه ورسائله في الرياضيات كان على طول بيكون دايركت تو ذا بوينت، فبالتالي ما كانش فيه اسلوب الفلسفه والتحوير في الكلام اللي تعتبر شبه موجودة في الرباعيات، فبالتالي أنصار العالم بيكذبوا الرباعيات اللي موجودة واللي فيها فلسفة وحاجات كده كتير ملهاش لازمة. ونيجي للخيام الإمام والفقيه، واللي أنصاره بيكذبوا الرباعيات اللي مكتوب فيها وصفه للخمر وحبه ليها وتغزله في النساء وتساؤله عن كيف بدأ الخلق وإحنا ليه موجودين أصلا. لكن المنطق بيقول إن معرفتنا بالخيام كانت عن طريق كلام الناس عنه، فأنا زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت لم تثبت على الخيام أي تهمة من إن هو كان عربيد او بتاع ستات او كان بيشرب خمره او حاجه من الكلام دوت كله. مفيش حد من اصحابه قال عليه كلمه وحشه زي ما قلت لك، وبالفعل اتنسبت له رباعيات كتيره جدا هو ما كتبهاش. ما علينا من الكلام اللي مش هيودي ولا هيجيب، احنا قدام احد اجمل واشهر الرباعيات الموجوده على الاطلاق. مش سبب شهرتها انها جامده جدا على المستوى التاملي والفلسفي، لكن رباعيات الخيام كانت مختفيه من بعد وفاه الخيام لحد ما ظهرت في اواخر القرن اللي قبل اللي فات. وبالفعل تم اكتشاف رباعيات الخيام وطلعت للنور على ايد دكتور انجليزي في جامعة اوكسفورد اسمه توماس هيد، لكن الترجمة كان فيها قصور كتيرة جدا فبالتالي صوتها معليش في الوقت ده، لحد ما جه فيتز جيرالد وترجم رباعيات الخيام للانجليزية للمرة التانية. وعلى غير العادة المرة دي كانت التانية تبتة. ترجمة رباعيات المرة ديت كانت بتتميز بالشفافية والدقة عن الرباعيات اللي ترجمها توماس هيد، وتناولت كل المعاني اللي كان يقصدها عمر الخيام من تأمل وفلسفة بالحنتوفة. وبالفعل استحقت الشهرة في الوقت ده، ووصل عدد الطبعات من 1859 ل 1925 ل 129 طبعة، ولحد النهاردة اتطبعت أكتر من 300 طبعة من رباعيات الخيام، وعلي اسم الخيام جدا في جميع المجتمعات الأدبية على مستوى العالم، لكن كان لسه العرب ما يسمعوش عن رباعيات الخيام قوي، لكن كان عيب جدا على الأدباء العرب اللي كانوا موجودين وقتها إن يبقى في حاجة مهمة زي رباعيات الخيام وما تترجمش للغة الأعظم في الشعر واللي هي اللغة العربية. وفعلا بدأ ترجمتها وديع البستاني وترجمها عن الفارسية الأصل أحمد الصافي النجفي، لكن الرباعيات اللي احنا بنقرأها النهاردة تعتبر من ترجمة الشاعر الراحل أحمد رامي. في حوار أحمد رامي مع أحد الصحفيين اللبنانيين كان بيتكلم عن قصته مع رباعيات الخيام. أحمد رامي كان بيقول إنه سمع عن رباعيات الخيام وقرأها مترجمة في أواخر دراسته الثانوية، وهو بيقول كده باللفظ إن هو عشق رباعيات الخيام، وبيكمل كلامه بيقول إنه قدر في 3 سنوات بس انه يتقن اللغة الفارسية بكل ما تحمله كلمة اتقان من معنى، وقدر فعلا يترجم رباعيات الخيام لحد ما وصلها للصورة المرضية ليه، وبالتالي كانت الصورة المرضية لكل القراء. واللي وصلنا لأحمد رامي بالضرورة وصلنا للحالة والظاهرة الفريدة من نوعها وقتها، أم كلثوم كوكب الشرق، أعظم مطربة في تاريخ مصر والوطن العربي كله، واللي اسم الرباعيات يعتبر مرتبط في أذهاننا بصوتها. أحمد رامي عرض الرباعيات على أم كلثوم وبالفعل غنتها سنة 1951 من كلمات أحمد رامي وترجمته لرباعيات الخيام عن الفارسية وألحان رياض السنباطي. غنت أم كلثوم رائعة رباعيات الخيام، واللي تعتبر من الأغاني النادرة اللي غنتها أم كلثوم في استوديوهات الإذاعة وغنتها في حفلات خارجية. رباعيات الخيام تعتبر عمل عظيم اشترك فيه
فيه كتير جدا من العباقره، بداوا بعمر الخيام وانتهوا بام كلثوم. لو مشوفتش الحلقه اللي فاتت روح اتفرج عليها علشان تفهم اكتر عن الشخصيه اللي كتبت العمل العظيم اللي اتكلمنا عليه النهارده. لو عجبتك الحلقه طبعا مش هوصيك ادينا لايك للحلقه وشير في كل مكان، وعرف الناس ان في شخصيه مهمه لازم نسمع عنها ونعرف عنها اكتر، اسمها عمر الخيام. ولو في شخصيات ممكن ترشحها لنا علشان نتكلم عليهم في الحلقات الجايه قول لنا عليهم في الكومنتس. يلا السلام عليكم. هنا القاهرة كوكب الشرق، الآنسة أم كلثوم تغني رباعيات الخيام.